نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، والتقرير القادم نشاهد هذا التقرير عن ولاية كسلا. تميز سكان المنطقة والبجا على وجه الخصوص بارتداء السديري، وهو من الأزياء والعلامات المميزة لهم. وارتباط البجا بالسديري نبع من دخول الزي للسودان عن طريق البحر الأحمر بوابة السودان الشرقية، لذا كان ظهوره الأول في هذه المنطقة. تختلف التفصيلات الخاصة بالسديري في السودان من منطقة لأخرى، وهنا في شرق السودان يوجد العمال المهارة والمبدعون الذين يجيدون تفصيلاته ويتقنون حياكته بحرفية تامة. ويعتبر اللون الأسود من الألوان المفضلة عند أهل شرق السودان، حيث يظل مرغوبا ومطلوبا في المناسبات العامة وفي مناسبات الزواج على وجه الخصوص، كما أن الأقمشة الإنجليزية والكورية الأكثر رواجا من بين بقية الأقمشة الخاصة بالسديري. دخلت صناعة السديري في منطقة شرق السودان وبولاية كسلا على وجه الخصوص عصر الموضة عند الشباب، حيث بات التجديد والتحديث وتنسيق السديري مع غيره من الملابس السمة المميزة له، غير أن كبار المنطقة لا زالوا متمسكين بالسديري التقليدي المتوارث. ويمثل السديري عند البيا رمزا للوقار والهيبة والهندمة والجمال، بمعنى أن ارتداء السديري عندهم هو إنزال الناس منازلهم، كما أن السديري تتعدد استخداماته عند البيا، فهو عندهم وعاء ينوء بكثير من الأحمال.